فإذا هذا بدل أنه توصيله توالي، توصيله توالي. إذا توصيل توالي وستار خارجي، توصيل توالي وستار خارجي. خلوني أنا أحاول أقطعها بلكي يكون أوضح معاكم وتشوفوها بشكل أوضح إن شاء الله. طبعا الآن أنا قطعت المحرك زي ما انتم شايفين، وطلعت الأسلاك، سحبت الأسلاك، وهي فتحت معكرونة من أحد الأسلاك. هذا السلك اللي خرج لبرا على أساس نشوف إحنا قديش بنحوم عليه أسلاك. لاحظوا لاحظوا هنا إحنا حكينا توصيله توالي لأنه شفناه خارج من معكرونة واحدة، لكن الآن رأس الأسلاك ببين لنا شيء آخر. لاحظوا لاحظوا هنا عندي أنا 4 أسلاك، سلكين فيهم معكرونة وسلكين ما فيهم معكرونة. هذا بدل إنه اللف ماشي بسلكين والتوصيل توازي، التوصيل توازي. فلذلك يعني زي ما حكينا هاي حركات بتعملها الشركات عشان تتوهنا، بتبين كأنه السلك خارج من عليه معكرونة واحدة خارجة من مجموعة واحدة، وبكونوا جايبين سلكين من تحت مش مبينات أو مش ظاهرات، فعلى أساس إنه التوصيل ما يبين معنا. هذا هيك بدل إنه التوصيل توازي واللف ماشي بسلكين. الآن إحنا اللي بدي يدل على كلامنا هذا هذول السلكين، يعني ال4 أسلاك كل سلكين لحال. يعني لاحظوا هذا السلكين اللي هون عليهم معكرونة، عليهم معكرونة، وهذول ما عليهم معكرونة. الآن بدنا نقيس الأسلاك هذول، إذا كان السلكين اللي هون هم من نفس القياس السلكين اللي هون، إذا هذا توصيل توازي، وهيك بنتأكد وبنملي إيدنا إنه توصيل توازي ونشتغل على هذا الأساس. طبعا التوازي، اللف بسلكين توازي اللف بسلكين توازي يساوي اللف ب4 أسلاك توالي، نفس الشيء ما بهم. يعني إذا أنت بدك تقول هذا توالي ب4 أسلاك أو بدك تقول توازي بسلكين، نفس النتيجة بعطينا. لكن احنا نشوف الشركة شو لفيته شو موصلينه. الآن موصلينه واضح بالنسبة لي أنا إنه موصلينه توازي واللف ماشي بسلكين. الآن اللي بثبت هذا الكلام أنا بدي أقيس الأسلاك، يعني فالأصل إنه يطلع مثلا هذول السلكين اللي من اليمين نفس قياس السلكين اللي من الشمال. أما إذا كانوا لافينه ب4 أسلاك ممكن يكون مش نفس القياس وممكن يكون نفس القياس، يعني احتمال أقل. لكن اللي بريحنا إنه زي ما حكيت توالي 4 أسلاك يساوي، إذا كان طبعا إذا كان القياسات كلها متساوية ساعتها بكون التوالي 4 أسلاك يساوي توازي بسلكين، نفس الشيء ما بهم. فخلوني أقيسهم أنا وأرجع لكم إن شاء الله. طبعا الآن أنا حرقت الأسلاك، هايهم زي ما انتم شايفين، وبننظفهم هيك شوية بإيدنا أو إصبعنا. وبنقيس 7.5، بعرفش إذا أنت واضح لكم. هذا السلك الأول 7.5 والسلك الثاني 8، إذا 7.5 و8. نشوف السلكين اللي من هاي الجهة، هذا 8 والسلك الثاني 7.5. إذا الأسلاك متساوية 7.5 و8، وهاي الجهة 7.5 و8. وهذا بدل إنه فعلا توصيل توازي واللف ماشي بسلكين، سلك 7.5 وسلك 8. إذا إحنا بنسجل هاي المعلومات عندنا على الدفتر، وصار واضح كل شيء بالنسبة لنا. طبعا هذا المحرك 7.5 حصان، 5.5 كيلو وات، سرعته 2800 دورة، 1900 دورة. الآن صار واضح بالنسبة لنا، لفه ملفوف بسلكين 7.5 و8 دزيم. طبعا الآن بنشوف الخطوة، بنشوف عدد ملفات كل مجموعة. إذا أنتم ملاحظين الآن هي في عزل هون وهي في عزل هون. الآن الملفات اللي بين العزلين 1 2 3 4 5 6، 6 ملفات. إذا المجموعة 6 ملفات والخطوة بنطلعها، أو إذا ما بينت معنا هيك بنسحب ملف أو مجموعة وبتبين المجموعة اللي تحتيها كاملة وبنعد الخطوة. طبعا ملفوف ب6 ملفات حكينا، طبعا راح تكون خطوة متساوية. خلونا نتأكد، 1 2 3 4 5 6، نعم 6 ملفات، كلهم 6 ملفات خطوة متساوية راح تكون. وهيك بنكون احنا قدرنا ناخذ بيانات المحرك وبنلفه زي ما هو، بنلفه بسلك 7.5 وسلك 8 مجوز، وبنوصله توازي. هذا قطبين متجاور، توصيل التوازي له نهاية في بداية، بنحط نهاية وبداية على سلك وبنخرجه لبرا. طبعا في هذا المحرك اللي هو القطبين بدنا ناخذ واحد ونترك واحد، الاسلاك ال6 اللي بتخرج لبرا بدنا ناخذها بالترتيب، واحد ونترك واحد، او بطريقة ال1 3 1 3 2، او طريقة 1 3 5 زي ما حكينا فيديوهات كثيرة. وبنطلع 3 اسلاك من جهة و3 اسلاك الاخرى من جهة الثانية على الروزيتا، وبنوصل كل 2 مقابل بعض على الروزيتا مش من نفس الفاز، بكونوا ما يوصلوا مع بعض على الافوميتر او على لمبة السرية. وهيك احنا اخذنا المعلومات كاملة، وبنرجع بنلفه بنفس الشيء زي ما احنا وجدناه. هون بس ملاحظة، في ناس يعني في كثير بيحكوا معاي وبيخافوا لما يجيهم محرك ملفوف. طبعا هذا المحرك ملفوف من قبل، بخافوا بصيروا يسألوني عن بيانات وعندي محرك كذا وملفوف وبدي بيانات وبدي كذا من الحكي. لكن الآن انت ما تدور على بيانات، هذا اعتبره كأنه ملف أصلي. ليش؟ لأنه أول شيء سبب الحرق واضح، عندك سقوط فاز مش ضعف أو قل أو نقص سلك أو عدد لفات أو أي شيء، وواضح إنه الملف والمحرك شغال قديما، وحتى الرجل حكى لي قال لي هذا شغال من سنين طويلة عنا، فشغال من سنين طويلة وسبب الحرق سقوط فاز، يعني مش ضعف في بيانات. إذا أنت بتلفه كأنه ملف أصلي، بتلفه زي ما هو بالضبط وبتوصله زي نفس التوصيل وكل شيء تمام، وبكون عندك إن شاء الله كل شيء تمام. طبعا ملاحظة نسيت أحكيها أنا من أول الفيديو، إنه ملاحظة صغيرة أنا نسيت أحكيها في المحركات. لما أنت بعد ما تأخذ بيانات الأسلاك التوصيل وكل شيء وبدك تيجي تفك المجموعات أو الملفات، أنا بفضل ندق على المجموعات بهذا الشكل، طبعا ندق عليهم على اساس انه ومن جوا هيك من الداخل، على اساس انه الورنيش يعني يرتخي الموجود عليها، وراح تلاحظ خروج بعض الملفات من هون. اذا لاحظت خروج، يعني لاحظوا هذا هون الملف الصغير طالع وهون طالع، فاذا لاحظت انه الملفات خرجت من هاي الجهه معناته بتقدر تسحبه بكل سهوله من الجهه الثانيه. اذا ما خرجت معناته بكون الورنيش لساته قاسي وممكن تحتاج انك تسخن الملفات، اما اذا خرجت بتقدر تسحبه بمفك بكل سهوله. الان انا سحبت مجموعه، وبتقدر تسحب مجموعه ثانيه المباشره اللي وراها، على اساس انه تقدر تاخذ الخطوه بكل سهوله، تخلي مجموعه ظاهره امامك كامله وتاخذ الخطوه بكل اريحيه. الان لاحظوا الملفات بتطلع معي بسهوله، طبعا المفروض نحط احنا هنا حديدة او شيء على اساس انه الملف المفك ما يأثر على الحديد هون، لكن لانه بيطلع معي بسهولة انا مش حاطط صراحة. طبعا الان هي مجموعة كاملة صار عندي هون واضحة، بتقدر تاخذ معلوماتها، بتقدر تعد ملفاتها 1 2 3 4 5 6 زي ما حكينا، وبتقدر تاخذ الخطوة خطوة متساوية وتعد الخطوة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. إذا خطوة اللف 1 13، من 1 إلى 13 6 ملفات للمجموعة. خطوة اللف من 1 إلى 13 6 ملفات للمجموعة، وهيك قدرنا نطلع البيانات كاملة. بس أنا حبيت أعطيكم ملاحظة إنك تدق على الملفات على أساس إنه يطرى الورنيش وتقدر تسحب الملفات، وبهذا الشكل ممكن تقدر إذا الخطوة مش مبينة معك تسحب لك مجموعة أو طرف مجموعة أو طرف مجموعتين، راح تظهر معك مجموعة كاملة راكبة في الستيتور، وبتقدر تأخذ بياناتها من الخطوة وعدد ملفاتها بكل سهولة لما تكون صارت معك هيك بالوجه وبالنظر ظاهرة ومبينة زي هاي المجموعة. إذا الخطوة من 1 إلى 13 6 ملفات للمجموعة الوحدة. وهاي هي، ولا تنسوا زي ما بوصيكم وبوصي نفسي دائما صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.